ومن ايمت ما شاء الله في احاديث خاصه بيناتكم؟ على علمي انك ما انك طايقه. كبري عقلك، تلميحاتك هذه ما لها داعي. لا يا حبيبي بدي اعتذر منك، انا عقلي صغير ومانه رح يكبر، وهلا بدي اعرف ليش سكتوا لما شفتوني فتت. كنت عم تحكي لك عني ما عم تحردك علي صح؟ اكيد تحردك علي. خافي ربك مثل الحلال، ما في شيء من فراسك. لا وعم تدافع عنها كمان، ما جدت خليني جن وانزل هلا اقلع لك اياها برا الفيلا. لا انت صدق صرتي مجنونه، شو اللي تغير؟ امس بغيت تموتي من الخوف منها. انا بدي موت من الخوف من ورا وحده حركاتها كلها هالقد مكشوفه بالنسبه لي؟ بعدين حبيبي ليش لحتى خاف منها؟ انا يلي الي بهي الفيلا اكثر منها. انت بتعرف هي ليش ما طلبت الغرفه؟ لانه ما لها عين تطلبه، وهي اللي بتعرف انه ما عادت بتملكها. لك انا الحق علي، انا الحق علي اللي عملتها بكل هالاكابريه والنيه الطيبه، وانا بعرف انه هي حاطه الشر بعيونها من لما فاتت على هي الفيلا، حاطته بعيونها. لا حول ولا قوه الا بالله. ديما انا مو ناقصك ولا ناقص جنانك، فاهمه؟ طيب طالما حكيت عن الجنان، انا رح خليك بقى تشوف الجنان على اصوله اذا هلا ما بتحكي لي شو كنتوا عم تحكوا. كنا نتكلم عن اخوي، ارتحتي الحين؟ اخو؟ شو هيك تلعب غيره انه ما انا ظابطه معك؟ ليش انت اساسا عندك اخ؟ ايه للاسف ايه.